الحرام. أنت لي روح وراح، أنت لي زهر وهدى، سرور وهموم، شفاء وسقام، فعلى كل هوى بعد هوى فيك السلام. فلا يحزنك أن أبصرت حالا مغيرة عن الحال القديم، لنفس ستتلف أو سترقى، لعمر أبي إلى مر الجسيم. كل حب على قلبي، كل حب غير حبك حرام. الحبيب الذي يرضيه سفك دمي حلال له في الحل والحرم. والله لو علمت روحي بمن علقت، قامت على رأسها فضلا عن القلم. على قلبي كل حب غير حبك حرام. ويح الحضرمي الغادر، أيلجأ إلى أعدائنا الفرس حكام صنعاء؟ أرأيت كيف سولت له نفسه أن يضرب قومه بسيوف أعدائهم؟ لا عليك يا أبا عسال، ليته يستدرجهم ليخرجوا من قلاعهم في صنعاء ويهبطوا إلينا لأستأصل شأفتهم. لا لا لا، لا أريد حربا، حسبي أن يعلموا أننا تحالفنا على الأخضر واليابس. لك العهد والحلف يا أبا عسال أن أمنعك بما أمنع منه نفسي. الآن أرحل إلى مكة وأنا مطمئن البال. إلى مكة؟ فما حاجتك؟ تجارة أم زيارة؟ تجارة وزيارة، ولقاء رجل أتوق لرؤيته منذ أعوام. فمن هو؟ محمد. محمد الرجل الذي طارت إلينا أخباره. فما علمت منها؟ ما لا يعنيني، فأنا لا أترقب إلا أخبار الفرسان وغزواتهم وإغاراتهم والكر والفر والحرب والضرب. قد يكون في حاجة إلى مثلك. مثلي؟ إن اسمك يثير الهلع والخوف في قلوب البدو والحضر، وذلك أدعى أن تكون مع رسول الله لتدفع عنه وتنصره وتكون له راية ولواء. النبي؟ إن كان في حاجة إلى نجدتي فليستنجد وليرسل إلي كما أرسلت أنت يا أبا عسال. إن قدر لي أن أراه سأخبره. أنتظر ردك بفارغ الصبر. بورك فيك يا مازن. أقرئ رسول الله السلام. انصرف يا مازن قبل إبعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. صدق الله العظيم. أستميحكم عذرا. إلى أين؟ ننصرف قبل أن يأتي ضيف لا ينصرف. إلى أين يا أبا حارثة؟ بلغ من بالحبشة وكنائسها سلام الرب. ليست وجاتي فوجات الكعبة. تفضلوا تفضلوا اجلسوا. لماذا أنتم واقفون؟ علينا الخروج من أرضك يا أبا عسال، فإن وراء الأكام ما وراءها. لا 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 تخف، لقد أعددت للأمر عدته وإني له. لا نريد أن نكون سببا في حرب بينك وبين غيرك يا أبا عسال. ليتها تكون حربا نخوض غمارها ليتساءل الناس فيما يتحاربون، فتطير أخبار النبي ودعوته مع كل غاد ورائح. لا يا صفوان، فما أمرنا الله بالقتال. صحيح، هل علينا الرحيل؟ لقد أعددت لكما الرواحل والمؤونة. أعددت لنا؟ كأنك لن تذهب معنا. إن قدر لي سأفعل، لكني لا أريد أن يقال إن صفوان قد فر من باذان الفارسي. لكأنك قد علمت بأنه قادم إليك بجيش. لا أدري، لكني أترقب أمرا لا بد لي من انتظاره. سأبقى معك، ولا أملك غير سيفي وساعدي. كلا كلا، فرسول الله أحق بكل سيف وساعد. انطلقا إليه واقرئاه السلام حتى أراه. سنعد نفسنا للرحيل. مفعول، لما أنت هنا؟ سيقتلونك. والله لو قتلوني فهو خير لي من أن أروح وأغدو في أمان بجوار رجل مشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في سبيل الله ما لا يصيبني. سوف أرد عليه جواره. فلما لا تنطلق إلى الشعاب وتكفي نفسك ما قد يصيبك؟ بل انطلق الآن أنت إلى الشعاب، وسألحق بكم بعد أن أرد عليه جواره. هيا هيا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من قال رشدا محمد رسول الله. يا رب يا رحمن يا رحيم، لك أسلمنا وجهنا كأمنا. اذهب إلى رسول الله أقرأه السلام. اصحي، هيا إن الله مع الصابرين. اللهم أنت حق ورسولك حق، وانصر الحق واحزم الباطل. اللهم أنت حق ورسولك حق، وانصر الحق واحزم الباطل. من أين جئت به؟ كان يمد الصابئين بالطعام. ويحك لا تفعل! ألا ترى ماذا فعل هذا اللئيم يا عماه؟ ورب البيت ما فعل ما يستوجب القتل. لقد وصل قوما قطعناهم ونحن أولى بهم. ألم نتعاهد ونتواثق؟ فك قيده. أما سمعت يا شيخ مكة وسيدها، أنت رجل ذو مروءة، فهلا رحمت بني رحمك؟ لا تطمع في غيرها، عد إلى ديارك، وإن عدت إليها فلا مجير لك ولا مانع. اخرج من مكة كلها، هيا. سنلتقي يوما يا عكرمة، سنلتقي يوما. كيف تركتهم يرحلون قبل أن أودعهم يا أبا عسال؟ كيف؟ تودعهم بماذا؟ بالسيف؟ أم باللعنات؟ ما هذا الكلام يا أبا عسال؟ ما كان لضيفك أن يودع إلا بما أنت أهل له يا سيد بني مراد. أما أنك ما زلت غاضبا لبعض مقولة قلتها في لحظة غضب. ففيما كان سفرك إلى صنعاء؟ أنسيت أنني تاجر ولي في كل أرض وقرية متجر؟ فإن كان سفرك بتجارة فلما لم تأتي لتودع صهرك وضيفنا قبل سفرهم؟ كنت غاضبا يا أبا عسال، كنت غاضبا، ولكن في الرحلة والسفر ما يسري عن النفس ويخفف حدة الغضب، وظننت أني سأرجع قبل سفرهم، لهذا عجلت في العودة، لكني لم أدركهم. ويا لهفتي يا لهفتي على ابنتي، ابنتي أختي، أختي التي حرمت منها ثم حرمت من ابنتها. لكم كنت أتمنى أن أزوجها لولدي وأعلمها لغتنا وأرد إليها بعض ميراثها من أمها، إنه دين في عنقي يا أبا عسال. لا يضيع حق عند ذي مروءة، فإن كان لها مال عندك فاحمله إليها بعد عودتها من مكة إلى ديارها. مكة؟ أهي ذاهبة إلى مكة؟ ولما؟ للحج والزيارة يا حضرمي. أم أنك نسيت الكعبة بعد أن تنصرت؟ ألم تقل إنها تبعت صاحبك النبي الجديد؟ فلما تذهب لزيارة بيت الأصنام إذن؟ ليس بيتا للأصنام يا حضرمي، بل هو بيت إبراهيم وإسماعيل وبشارة الأنبياء في كتبهم، محمد رسول الله. لتكن مشيئة الرب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما أشبه هذا بهذا؟ النور من مشكاة واحدة والاختلاف في الرؤية، فمن رأى ببصيرته فقد استضاء واهتدى، ومن رأى ببصر عليه غشاوة فقد استظلم وضل وأضل. عمت مساء يا سيد بني مراد. يا غلام اتبعه حتى يدخل داره. أبقي النار مشتعلة يا ولدي، وهي إلى النوم. أمامنا سفر طويل. أريد الثلاثة أحياء، وحذاري أن يفلتوا منكم. هيا انطلقوا. ما الخبر؟ اذهب إلى مداري بصفوان واكمن هناك حتى الصباح، التقط كل كلمة وحركة وأتني بها. أفعل يا أبتي. طيب جابر، جابر الحضرمي، ماذا تفعل هنا؟ أين أبي؟ أتيت مع أبيك بالأمس إلى هنا؟ نعم. ولماذا لم تدخل داري؟ ثم كيف يتركك ويرحل؟ ما أكثر ما يتركني وحدي. لابد أنك جائع، هيا تعال. سأكل في دارنا. تعال هيا. إذا سألك يا أحد عني قولي إني في الحبشة. الحبشة؟ أجل، لأنتظر صهري وابنة أختي وزوجها حتى يرجعوا من مكة لأرد لها ميراثها من أمها. فهمتي؟ فهمت. واللاتي لم أذق أطيب من هذا النبيذ. حرموا أنفسهم من نعيم العيش وسهيل الطعام وبارد الشراب. حسبهم ما وعدهم ابن أخيك به من الجنة. الجنة؟ أين هي تلك الجنة الموعودة؟ هي تلك ما نحن فيه من نعيم ومتعة. اذهب واحضر إليه أسقف نجران حالا وليأتني بما لديه من دواء، وأنت اذهب واحضر كل ما لديه علما بطب أو دواء. هيا. لا تتركوا ثنية ولا واديا ولا جبلا ولا شعبا من تهامة إلى صنعاء. ابحثوا عنهم واحضروهم إلى هنا. هيا هيا هيا، لا أريد أحدا هنا. هيا تفضل يا متبع، تفضل. لما لا تأكلين يا أم معاوية؟ لا أشعر بميل للطعام. أم إن طعامك الذي أعددته بنفسك لا يعجبك؟ دعها يا أبا معاوية، أنا أعلم ما يزهدها في الطعام. إن كنت تعلم فماذا فعلت؟ ما كنت لأخرج على إجماع القوم. ومتى تخرج يا أبتي؟ متى؟ عندما يهلك أخي. لن تكف عن هذا قبل أن تنغصي علينا الحياة باسمها. لو كان لك ولد من بينهم ما طعمت ولا شربت. لي بنت أيضا في الشعب، لا أدري مع من هي الآن. لعلها مع زوجها أحسن حالا من أخي وامرأته وولده، وهم بالعراء يتضورون جوعا وعطشا. هاك طعامك، احمليه أو أمري خدمك أن يحملوه إلى شعب ابن هاشم. لا أريد أن أطعم جميع الصبيين، إنما أريد أن أطعم أخي. ما من بيت في مكة إلا له رجل أو امرأة أو غلام في الشعب. هل رأيت أحدا أمدهم بالطعام؟ والكعبة، والكعبة. لو أني أعلم أن طعامي سيأكله ولدي وحده ما أبقيت شيئا إلا وأطعمته منه، لكني أعلم مقدما أنه سوف يؤثر صاحبه وأصحابه وسيطعمهم قبله، وسيجعل مني في النهاية سخرية مكة. سأرسل الغلام ليبحث عنه وأرسل معه الطعام، سأجعله ينفرد به ويقول له هذا الطعام من أختك. أجل، سأفعل هذا يا أبي. بورك فيك يا ابنتي، بورك فيك أن وصلت يا أخاك. استميحكم العذر. يا غلام، ما زال به ما نفس. إني أحتسبك عند الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. غدرا بضيفاني ورجالي. ذئاب الصحراء لا تعرف إلا الغدر يا أبا عسال. والله لأمثلن بكل من يروع راكبا أو ماشيا. هيهات هيهات يا أبا عسال، إلا أن يتم الله نوره وينجز وعده لنبيه. فقد وعدنا رسول الله بأن يتم الله نوره حتى لا يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. لا تترك في خيامنا شيئا يؤكل إلا وحملته على الرواحل يا أنيس. هيا يا أنيس، هيا لنمضي إلى رسول الله. ويحنا، كيف انقطعنا عنه؟ أمرني أن أعود إلى دياري إلى أن يظهر الله أمره فيرسل إلي. هيا يا أنيس، هيا هيا. هذا الطعام هدية من أختي هند. تريدني أن أكل من هذا الطعام وأن أطعم ولدي؟ بئس الطعام الذي يفتنني عن ديني. لقد مات أصحابنا جوعا وعطشا، ماتوا شهداء وما رجعوا عن دينهم. هيا اذهب بهذا الطعام وانصرف. هيا هيا. كيف وجدت ابن أخيك؟ أشد ثباتاً على أمره مما كان بالأمس. إننا سنهلك جميعاً جوعاً وعطشاً. لقد مررت ببعضهم وهو يضع في فمه حجر. وماذا نفعل لامرأة أخيك العباس؟ ما خبرها؟ كنت الليلة عندها فأخبرتني بأنها على وشك أن تضع مولوداً. ويح أمي، بل ويح قومي. أمسينا ونحن بني هاشم ونساؤنا تلد في العراء. طلبت من أم الفضل أن تعود إلى دارها لتلد فيها وقاية لها ولمولودها، فأبت أن تفارقنا. أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب التاجر واسع الثراء، من تجوب قوافله متاجر العراق واليمن والشام، تلد فلا تجد لمولودها خرقة بالية تضعه فيها. فمتى تنكشف تلك الغمة؟ سيان عندي، فأنا مع ابن أخي حتى نهلك معا أو ترجع قريش عن جموحها. بينك وبين الإسلام كلمة واحدة، ليتك تنطق بها. اذهبي وكوني مع أم الفضل حتى تلد. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لقد أرسلت إليكم يا أساقفة نجران لتروا ما فعل أخوكم في دينكم، فهل يأمركم دينكم بالغدر؟ كلا والرب. فهل رأيتم فيما فعلته للحضرمي وصهره وابنته ما يشين المرأة أو يسوءه؟ كلا يا سيد مراد، فأنت نعم الرجل المضياف والمجير لمن يستغيث بك، لكن لعل الحضرمي أساءه أنك فتحت دارك لصهره الذي ترك دينه. فهل رأيتموني عبرت البحر إلى الحبشة وأرغمت الرجل على ترك دينه؟ أم أني حملته قسرا في أغلاله إلى دياري؟ لا والرب، ما أنا إلا رجل نزل في دياره قوم فأكرم وفادتهم. إذا فلعله غضب لتزويج ابنة أخته من رجل لا يريده. عجبا لك يا أبا حارثة، يا من أنت في حكمتك وعلمك مما لديك من كتاب. هل أنا والد الفتاة أم هل زوجتها من أحد أبنائي؟ ألم يخطبها هذا الرجل الذي كاد أن يقتل بيد صهره فوافق أبوها على تزويجها؟ أليس كذلك يا جابر؟ بلى يا عم، بلى. وما بخلت عليها ولا على أبيها ولا حتى على خالها الخائن، ولقد بذلت لهم من حر مالي ولست أمن عليهم، ولكن لتعلموا أني صنعت معروفا في رجل هو ليس من أهله. لقد أعذرت يا أبا عسال، ولا ندري ما نقول وما نصنع لك. فكيف لو عرفتم أن أخاكم في دينكم قد تآمر مع أعدائنا حكام صنعاء ووشى بصهره الحبشي ليقبض عليه باذان ويقتله؟ قدوس قدوس، لئن كان قد فعلها فإنه يستحق القتل. لقد فعلها ولن أقتله كرامة لكم، ولكن لو أن باذان قتل يكسوم وابنته فلا أدري حينها ماذا سأفعل. فإن كان الحبشي أسير باذان فكيف السبيل إلى خلاصه؟ سأذهب إليه في الصباح في وفد من وجوه القوم. أنا قادم معكم لأخلص امرأتي. لا لا، ابقى أنت هنا، فما زلت سقيما والطريق طويل واعب. ولكنها امرأتي. ابقى أنت وصاحبك هنا ريثما يكتب الله لكما الشفاء. سأخذ معي أباك. أرجو ألا يعود بغير عناق. رزق أخوك العباس بغلام حمله وذهب به إلى ابن أخيك ليباركه. سماه رسول الله عبد الله. عبد الله بن العباس يولد هنا في الشعب؟ كما ولد ابنك هذا، وولد عبد الله بن جعفر في الحبشة. لعلها إرادة الله أن يولد أبناؤنا بعيدا عن أرض الكفر ومعقل الأصنام والأوثان. مرحبا بك يا بدر، مرحبا بك. إنها الحرب. أي حرب يا مولاي؟ الشاهي شاه يجمع الحشود للزحف إلى الشام ومقاتلة الروم. إنه يطلبني على وجه السرعة. أعد الموكب للرحيل غدا. والأسرى يا مولاي؟ أي أسرى؟ هل نحن في حرب مع بعض القبائل؟ أدخلوهم. سمراء حسناء ومهرة عربية النفور. ضعهم في السجن. إن رأيت قتلهم غدا اقتلهم، وإلا فانتظر حتى أعود إلى المكان. مره أن يبدأ بالعربية الليلة فليقتلها الليلة. الخناق، القتل. لكل أجل كتاب. اغفري لي يا ابنتي، فلولانا ما تعرضت للأذى والهوان. هون عليك يا أبا مريم، فليغفر الله لي ولكم. ليتني ما صدقت الحضرمي الكاذب، ليتني ما عبرت البحر ودخلت هذه الأرض التي عرفت فيها الذل والبطش من كل الأجناس، من العرب مرة ومن الفرس مرة، حتى من قومي وأصهاري. أما رويت لك يا أبا مريم؟ أما أخبرتك كم صادفت من ذل وهوان منذ عرفت الدنيا وعرفتني؟ بلى، ولهذا أتعذب من أجلك، فقد كنت في غنى عن هذا لولا صحبة ابنتي لك، ولولا. كفاك تعذيبا لنفسك يا أبا مريم، فوالله الذي هداني بعد ضلال إني أستقبل الموت راضية مطمئنة، وإني أحمد الله لما في أحشائي لما تدب الروح به بعد. أفي أحشائك جنين؟ أظن هذا، وإني أحمد الله أن يموت به قبل أن يولد. هل أخبرتي تيم؟ كم كانت فرحته كبيرة. غفر الله له ورحمه. عزائي أني سألحق به، فلن أكون لأحد من بعده. يا ابنتي، لعله لم يمت. لا، لو بقي حيا ما تركني حتى مات دفاعا عني. لو قتل، إذا لقتل جابر. كفى حسبكما، وما يجدي البكاء إلا مزيدا من الخوف والهلع. صدقت يا أبا مريم، صدقت. لابد أن نضحك. هيا، سأغني لكما. من رآنا فليحدث نفسه إنه موف على قرن زوال، وصروف دهر لا يبقى لها، ولما تأتي به صم الجبال. رب ركب قد أنت افتحوا هذه وحدها. اقتلهم الليلة. أما سمعتني يا حضرمي؟ لقد أمرنا بحبسهم حتى ننظر في أمرهم غدا، فكيف أخرج على طاعته؟ أنا لم أطلب منك ذلك يا فيروز، فأنت صاحبي قبل أن تصبح للحاكم وزيرا ومنيرا. ألم تطلب مني أن أقتلهم الليلة؟ بلى، ولكن ليس بالسيف، بل بشيء خفي في بعض الطعام. ما أشد دهاءك وغباءك. غبائي؟ نعم، لو مات الثلاثة في ليلة واحدة وقبل أن يرحل باذان إلى فارس، فلا بد سيسأل، وقد يستشير أحد أطبائه. فلننتظري الليلة، الليلة فحسب. لما تتعجل موتهم؟ لأؤخر موتي. إنك تخفي عني أمرا لن أسألك عنه، لأنك لن تصدقني الخبر. فانصرف من صنعاء كلها حتى يقتلوا. القلق والخوف يبدوان في عينيك. لما سمعته عن الحرب بيننا وبين الروم. الحرب؟ إن كسرى العظيم لا يقهر، الأكاسر لا يغلبون. فيما تفكرين؟ في الرحيل إلى المدائن. وتتركيني هنا وحدي يا زاد؟ بل نرحل معا. ونترك صنعاء بلا حاكم؟ ماذا يدور في رأسك الصغيرة هذه؟ الأسيرة العربية. ما اسمك؟ عناق. ما جنسك؟ بشر. بشر أم حيوان؟ من أي قوم؟ من قومك يا مولاي. من قومي؟ فارسية؟ أيغضبك يا مولاي أن تكون إحدى بنات قومك أسيرة ذليلة مثلي؟ ويحك! لما غضبت يا مولاي؟ إنها شريعة الحياة، السيادة للقوي والعبودية للضعيف. أجل بلاد الله والأرض السلام أحب بلاد